الاحتكاك بقى، مناسبه الاحتكاك، اهلي والزمالك وكل اللاعبين الموجودين في القوائم الانديه المحليه بيحتكوا مع مين لما بيكسبوا دوري ابطال افريقيا؟ بيحتكوا مع انديه مفيش منها اتنين لعيبه في منتخب بلادها. صح. يعني سان داونز في كام لاعب في منتخب جنوب افريقيا؟ مش عارف مين السنغالي في كام لاعب في منتخب السنغال؟ مين اصلا فريق في السنغال قوي في دوري ابطال افريقيا؟ مفيش اصلا. مفيش. بالمناسبه السنغال تنجوس وجنراسيون الاكاديميات اكاديميات لغايه 21 22 سنه بيبعتوا اللعيبه في اوروبا. صح. فاللعيبه بتروح تحتك بره فتيجي نفس فتيجي الكلام فتيجي, فتيجي, فتيجي بالشخصيات القويه اللي احنا بنشوفها في ارض الملعب في مواجهتنا. افني عمري في المسابقه المحليه وفي المسابقه القاريه هو ده اللي هيفرز منتخب وطني. هنا بقى وصلنا الكونفليكت، التعارض بين مصلحه النادي ومصلحه المنتخب. هي الانديه موجوده ليه وهو المنتخب موجود ليه؟ لازم نحل الكونفليكت ده الاول. ده واحد من الحاجات اللي لازم تحل، ده سؤال لازم يتلقى له اجابه. يعني النهارده للاسف انا بصطدم بمشجعين بيشجعوا النادي بس، مشجعين بيشجعوا المنتخب بس، واللي بيشجع النادي بالضروره تلاقيه ما بيشجعش المنتخب ولا مهتم بيه، واللي بيشجع المنتخب عنده مشاكل مع النادي. احنا من امتى من امتى الانقسام ده موجود؟ صح. ليه؟ صح. ليه؟ ما الاثنين بيخدموا اهداف واحده، الاثنين اساسا غرضهم ان احنا نبقى عندنا كره قدم مشرفه. مزبوط. مش هقول بقى جيده ومش جيده، مشرفه في النهايه. ان انا ابقى اقدم كره مشرفه يعني ايه؟ ان انا ابقى ايمج كويسه للبلد، لان انا في النهايه كنادي عشان اكسب الدوري ما تتمثل بلد في القاره قاريا وعالميا. صح. هو بيتقال ايه؟ بيتقال الاهلي المصري، الزمالك المصري طبعا، ما بيتقالش الاهلي الاهلاوي ولا الزمالك الزمالكاوي. صح. احنا لازم نجاوب على الكونفليكت ده، مين بيخدم مصالح مين؟ لو وصلنا لاجابه السؤال ده اظن ان احنا ممكن نعمل مشروع زي اللي جمال كان بيطالب ان يبقى له اطار واضح. ما عدا ذلك يعني الامور هتبقى صعبه جدا وهيفضل في تعارض مصالح طول الوقت. طيب.